حياكم الله وأهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة سامراء الفضائية، ونحن نلتقيكم من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي سامراء سبورت. حقيقة هذه الحلقة مخصصة لمناقشة العديد من القضايا الرياضية الكروية التي تخص الشأن الرياضي العراقي، لكن بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد أحبتي المشاهدين، وهاي الشيلة السعودية حقيقة الكل اليوم عيونه ترنو صوب البصرة، المدينة الرياضية في البصرة، لأنه هناك يتواجد شقيقان عربيان افترقا لمدة 24 سنة. يعني المنتخب السعودي ما وصل الأراضي العراقية لمدة 24 عام بعد هذه المحنة العزلة. يرجع من جديد المنتخب السعودي إلى شقيقه العراقي بعد أن عاد العراق إلى محور العربي وإلى عمق العربي. هذه المباراة تنطوي على أهمية كبيرة، ليست فنية، دعونا من الأمور الفنية اللي تخص المباراة، لا، هذه المباراة لها أهمية كبيرة في نفوس كل الشرفاء، في نفوس كل الرياضيين، سواء كان في العراق أو في السعودية أو حتى في الخليج في المنطقة العربية، لأنه يعني بعد هذا الجفاء الكبير 24 سنة لا احنا لعبنا مباريات في الأراضي السعودية، مباريات غير رسمية اللي هي مفروضة علينا، ولا المنتخب السعودي اجى للملاعب العراقية ولعب مباريات ودية على الملاعب العراقية. اليوم العراق يمر بظرف خاص وهو الحظر المفروض على الملاعب العراقية. اول المبادرين كان من اشقائنا هو المنتخب السعودي، اللي يعني هذه المبادرة حتى يفتح ولو جزء بسيط من القيود المفروضة على الكرة العراقية. اليوم من يجي المنتخب السعودي يلعب على الأراضي العراقية أمام منتخب العراق يعتبر كسب كبير للرياضة العراقية، لما له من يعني أصداء كبيرة أنه يجي المنتخب السعودي كونه صاعد لكأس العالم، متأهل لخمس مرات متتالية إلى كأس العالم، صاحب إنجازات، صاحب تاريخ، إضافة إلى النفوذ الكبير اللي يتمتع به الإدارة السعودية في الاتحادين الآسيوي والدولي. احنا اليوم نريد نرفع الحظر عن الملاعب العراقية، اكيد يجب انه نعود لعمقنا العربي ونحسن علاقاتنا مع محيطنا العربي حتى نقدر انه يساعدونا اشقائنا في مسألة رفع الحظر عن الملاعب العراقية. واعتقد يعني هذه بوابة، هذه المباراة راح تكون بوابة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، وأنا واثق جدا أنه الشهر الخامس راح يتناقش ملف العراق لدى المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في سويسرا إن شاء الله. الكل متفائل اليوم أنه النتائج راح تكون إيجابية بعد الخطوات الكبيرة اللي قادتها وزارة الشباب والرياضة وأيضا الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، بغية الخلاص من هذا الملف نهائيا. خلاص احنا نريد جماهيرنا يشوفون لاعبينا وهم يلعبون على قديم ملاعبنا، كافي يعني من ايام التسعينات ولحد الان احنا ما لعبنا على اراضينا، دائما تكون ارضنا المفترضه يا اما الاردن يا اما قطر يا اما الامارات يا اما السعوديه نفسها، لانه احنا محرومين من اللعب على اراضينا. ما نبتعد بعيد، خلينا نشوف المؤتمر الصحفي اللي أجرى الكابتن باسم قاسم مدرب المنتخب الوطني العراقي، ولو احنا قلنا ما راح نخوض في الامور الفنيه لهذه المباراه، لكن هذا المؤتمر كلش مهم لان انطوى على يعني احاديث مهمه تخص المباراه واختيارات المدرب لهذه المباراه واهميتها في هذا الوقت بالذات. خلينا نشوف هذا مقتطفات من المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني باسم قاسم، ومن ثم نعود. انه تحققت العقوبه الغايه المرجوه منها باعتذار اللاعب وباصراره على انه قادر ان شاء الله بالمرحله القادمه ان يقدم كل ما يليق لسمعه الكره العراقيه. ف وعدنا من اللاعبين الشباب القائمه اللي اختاريناها اكو لاعبين جيدين بالدوري ما دعيناهم. ليش؟ لان احنا نريد اللاعب اللي ندعي يجب ان يكون من ضمن خياراتنا للمستقبل. انا ما اريد يوصل لاعبين منتخب 40 و50 نفسكم انتم الاخوان بالاعلام تجون يسالون تقولوا لي دعيت فلان وفلان 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 واليوم وين هو. اي لاعب ندعيه يكون عندنا ثقه به مطلقه انه سيكون عنصر مهم بالمنتخب ويبقى بالمنتخب، مو اسقاط فرض اليوم ندعيه ورا فتره تشوفه ما موجود. انا حريص كل الحرص
أن تكون قيمة للاعبين اللي يدعون بالمنتخب وأن يستحقون تمثيل المنتخب. شكرا. شكرا جزيلا كابتن. لا شو استاذ احمد عيني، يعني احنا يجب ان نعترف، يعني انت كل مجالات العمل سواء بالانديه سواء مع المنتخبات توجد، يعني انت تدري اليوم جمع 30 لاعب توجد يعني سلوكيات مختلفه، سلوكيات احنا نراهن على شيء ليس من باب المبالغه، احنا قادرين كيف نتعامل مع جميع هذه المعطيات. وحقيقه انا يجب ان اكون منصف، انا مع احترامي وتقديري لانه اللاعبين هاي الفتره يعني بذلوا من التزام ومن الهاي، يمكن حتى الاخوان بالاتحاد يعني فتره مثاليه، لكن مع هذا ظهرت عندنا بعض الامور لكن ما ظهرت للاعلام، عالجناها. احنا نقول هذا التخوف ما يحتاج، هذا التخوف الى هذا الحد، كل اللاعبين ابنائنا ولدنا، وكل هاي سياسه تنطبق على الجميع المحترفين والمحليين والكل. اليوم اللاعب اكو يعني مبادئ متعارف عليها، يعني من الالتزام ومن ان يكون جاهز يكون ملتزم، يضمن له يعني ان يكون من ضمن القائمه الاساسيه. ما تتوفر بهذه المواصفات كالتزام وكجانب فني توجد عندنا مصطبه احتياط، ما تنطبق عليه حتى شروط مصطبه الاحتياط، اكو مدرج. نرجع في حاله اللاعب وصلت الى المدرج واللاعب الطير ما يتقبل، هذا ثق اغلب اللاعبين ينطبق عليهم هذا الوضع. انا ما اريد هنا انا ادافع على واحد، بس انا انقل لك تجربه 27 سنه انا مدرب بالدوري المحلي والان صار لي فتره كل اللاعبين. اذا احنا قادرين في ذلك الوقت ياسر او غيره اذا ما بدر منا اي شيء ذاك الوقت احنا قادرين ان نعالجه بالعلاج المناسب. لم يؤدي او يخوض مباريات، ولكن على الصعيد الاداري هل تم رفع العقوبه الاداريه كما صرح بذلك الاتحاد في وقت سابق؟ يعني حقيقة تدري هذا الموضوع الإخوان هم الاتحاد يعني يجاوبون عليه، مسألة رفع العقوبة. وأما إحنا عودة ياسر قاسم أكيد هي عودة ياسر كانت مشروطة مثل ما تعرفون حضراتكم، وأنا أعتقد أنتم إخوان تذكرون يعني إحنا فترة ما يعني وجهنا له، أنا أحترم كل إخواني وزملاء المدربين اللي عملوا سابقا، وإحنا عملنا امتداد لباقي المدربين، وهي الأمور إحنا نلتزم بها حقيقة من الناحية الانضباطية وما تجاوزناها نهائيا. تدرون احنا يعني صار لنا كذا فتره رغم الضغوط الكبيره ما وجهنا الدعوه الى ياسر قاسم، رغم انه انا بشكل شخصي تكلم معي والده قبل بطوله الخليج ومع هذا ما وجهنا له، اطلبنا بنفس الطريقه اللي اعلن يجب ان يكون، ولذلك الان هو بنفس الطريقه. اذا كانت هذه مقتطفات من المؤتمر الصحفي اللي عقده الكابتن باسم قاسم مدرب منتخبنا الوطني قبل مباراة المنتخب السعودي، ركز على الحديث على بعض الجوانب المهمة اللي هي خافية على الجمهور الرياضي، وخاصة قضية اللاعب ياسر قاسم اللي انضم يوم أمس إلى قافلة المنتخب الوطني مباشرة في البصرة. يعني هناك كلام كثير يدور في الوسط الرياضي عن أحقية أو مدى يعني الجدوى من استدعاء ياسر قاسم، خاصة بعد المشاكل الأخيرة اللي حدثت بين مدرب المنتخب الوطني باسم قاسم و اللاعب. طبعا اكو مشاكل ايضا قبل باسم قاسم، يعني ايضا كان ويا الكابتن راضي شنيشل هناك مشاكل، الان الجمهور يتحدث عن هذه المشاكل. خلونا نطلع من هذا المحور اللي العقيم اللي ما راح يقدم ولا اخر، خلاص المدرب يعني مقتنع بامكانياته، وخاصه في هذه الفتره ممكن انه نستفاد من عنده في خدمة المنتخب الوطني، وهي خيارات المدرب خلينا نحترمها كليتنا، وخلص هو استدعى اللاعب واللاعب اجى وقدم اعتذار، اعتقد اليوم اعتذار رسمي للجمهور الرياضي وللاتحاد وللمدرب عن ما بدر منه في المرحلة السابقة. قد يكون هو كان مخطئ وقد يكون هو مو مخطئ، لكن اجبر على تقديم الاعتذار حتى يطيب خواطر الناس اللي هم شوية ممكن زعلانين على اللاعب ياسر قاسم. فخلي يعني نبتعد عن هذا المحور ياسر قاسم والمنتخب وكذا، خلاص هاي خيارات المدرب وهو الأدرى بأدواته اللي تعينه في هذه المباراة وفي باقي المباريات. خلينا نروح لهذا الفاصل ومن ثم نعود.
إذا دارك الأخضر، وفعلا إن شاء الله يا ربي الأراضي العراقية هي كلها بيوت للأشقاء في السعودية وفي الإمارات وفي البحرين وفي كل دول الخليج إن شاء الله. ماكو فرق، كليتنا بلاد واحدة ومصير واحد ودم واحد وتاريخ واحد. إن شاء الله تكون هذه المباراة يعني بوابة لرفع كل القيود، إن كانت سياسية أو رياضية أو ما شاكلها. طبعا المحور الثاني لهذه الحلقة هو زيارة الوفد القطري. هو كان هناك حراك يعني عربي للتحرك للعراق بعد ما أعلن المنتخب السعودي زيارته للعراق وأنه يلعب مع منتخب العراق الوطني مباراة ودية على الأراضي العراقية. كان هناك تحرك أيضا من الجانب القطري لأيضا تطبيع بعض العلاقات اللي كانت يعني مشوشة نوعا ما في الفترة الماضية. طبعا هذا التحرك القطري أيضا يعني من زمان احنا ما شفنا الأشقاء القطريين أصلا يتكلمون عن الرياضة العراقية أو عن تطبيع العلاقات مع العراق بعد جفوة استمرت أيضا لسنوات طوال. خلينا نشوف زيارة الوفد القطري اللي إجا على رأس رئيس الاتحاد القطري الكروي. خلينا نشوف هذا التقرير ومن ثم نعود. بخطوة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية وبرئاسة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، زار وفد رياضي قطري بغداد واطلع على المدينة الشبابية والملاعب العراقية، وعقد مؤتمرا مشتركا مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد العراقي لكرة القدم، وبحضور نخبة من رواد الكرة العراقية والرياضيين والإعلاميين. زيارة الوفد القطري برئاسة الشيخ أحمد بن خليفة آل الثاني إلى العراق، وإن شاء الله عن قريب سيزور باقي الوسائل الاتحادات العربية والخليجية للعراق، لأنه يكون بوابة لرفع الحظر الكلي عن جميع الملاعب العراقية. بطولة الرباعية هو أول فريق هو قطر مشارك في بطولة الرباعية في كربلاء. سعداء بزيارة وفد رفيع قطري إلى بغداد رياضي، هذا يعطي أمل للرياضة العراقية بأنه أشقاء مناسيه يعني دائما يذكروه، لأنه الرياضة العراقية لها حقوق على الدول العربية وأيضا خاصة الدول الخليجية. رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة أكد دعم اتحاده لملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية في الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي، كما أضاف أن المنتخب القطري سيكون أول الحاضرين في العراق للمشاركة في البطولة الرباعية التي من المقرر إقامتها شهر آذار المقبل، كما أكد أن هذه الزيارة تركت انطباعا إيجابيا لدى الاتحاد القطري. الزيارة الأولى لبغداد، لكن زرت العراق قبل الله الحمد، يعني الزيارة أشوف الانطباع جدا جيد، الأجواء تساعد على إن شاء الله على رفع الحظر. احنا في قطر كنا نتمنى نلعب مباراة ودية اليوم مع الاتحاد مع المنتخب العراقي في ملعب الشعب، ولكن إن شاء الله قريبا راح نحاول نحن نلعب في بغداد، راح نلعب أكيد إن شاء الله في كربلاء الشهر القادم، لكن نتمنى نلعب في بغداد قريبا إن شاء الله. زيارة مهمة بالنسبة لنا، مثل ما تكلموا الإخوان سعادة الشيخ حمد رئيس الاتحاد القطري، السيد عبد الخالق رئيس الاتحاد العراقي، إن الأولوية لرفع الحظر عن الملاعب القطرية، وأن ترجع الرياضة العراقية وخاصة كرة القدم العراقية لسابق عهدها، وتكون إن شاء الله متواجدة في بطولة كأس العالم، لأن هذه البطولة تمثلنا كلنا. زيارة قطرية تاريخية إلى بغداد، واجتماعات مع القطاعات الرياضية، واستعراض جملة من الأمور جاءت ضمن التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على جميع الصعد وأهمها الجانب الرياضي. لقناة سمراء الفضائية علي الحسني بغداد. وأيضا دارك العنابي إن شاء الله يا ربي بعد الأخضر السعودي العنابي القطري، وكما أعلن الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري إن شاء الله الشهر القادم راح يكون منتخب العنابي القطري هنا في كربلاء أو في بغداد ليلعب مع المنتخب الوطني مباراة ودية تجريبية استعدادية للبطولات القادمة، وهي قبل لا تكون يعني استعدادية للبطولات هي أكيد لدعم ملف رفع الحظر
عن الملاعب العراقية حقيقة. يعني بعد ما اجى الوفد القطري اكيد السيد وزير شباب الرياضة اصطحب الوفد القطري في زيارة لبعض الأماكن الرياضية في العراق في بغداد وخاصة ملعب الشعب. خلينا نشوف هاي الزيارة اللي قام بها الوفد القطري برفقة وزير الشباب والرياضة. اليوم كان زيارة الوفد القطري برئاسة الأخ الشيخ حمد رئيس الاتحاد وعدد من المسؤولين في الوزارة وفي المؤسسات الأخرى، وإن شاء الله الأيام القادمة راح يكون أكو وفد من وزارة الشباب والرياضة وسباير. فحضورهم إلى بغداد بالذات يعتبر خطوة يعني إيجابية كبيرة. تعرف هم بعد التوقيع عن البروتوكول والاتفاقات اللي حصلت في زيارتي إلى قطر أقدموا على خطوة جيدة ومهمة جدا، وهي حضور المنتخب أو طلبهم من الفيفا بإجراء مباراة ودية مع منتخبنا الوطني في بغداد، لكن الفيفا ما وافقت لأسباب. المهم فعوضوها بشكل سريع بهذه الزيارة، وحضورهم في بغداد راح ينطي انطباع أكيد ورسائل مهمة جدا اللي نتمناه من أشقائنا العرب بالذات، أنه إحنا نحتاج مثل هذه الخطوات أن يقفون إلى جانب الشعب العراقي والشباب العراقيين والرياضيين العراقيين بالتواجد ولو بهذه النوع من الزيارات السريعة. إحنا إن شاء الله شعب مضياف، والوزارة يعني راح تكون مسرورة جدا باستضافة كل أشقائنا وأخواننا في بغداد وفي المحافظات الأخرى. أحب أعبر عن سعادتي لوجودي في هذا الملعب التاريخي الكبير وفي العراق وفي بغداد خاصة، لأول زيارة لي لبغداد، اللي صراحة وجودنا اليوم كشف لنا أمور كثيرة غير اللي نسمعها في الإعلام أو اللي في تقال في بعض الصحف. فنتمنى إن شاء الله أن مثل هالزيارات تكون تنتج عن أمور إيجابية أكثر بوجود منتخبات تلعب في 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 بغداد وخاصة في هذا الملعب التاريخي، ونتمنى إن شاء الله أن منتخب قطر يكون من أول المنتخبات اللي يلعبون إن شاء الله في بغداد بالنجاح. اليوم الوفد كبير من رياضي من قطر متواجد لتقديم كافة الدعم لأشقائنا في العراق، اللي تبعت زيارة حقيقة ناجحة اللي حظينا صراحة بزيارة أشقائنا برئاسة معالي وزير الشباب والرياضة العراقي لدولة قطر والوفد المرافق له. تبحثنا في كثير من النقاط وأهمها بحث أهم سبل التعاون بين البلدين في تطوير الرياضة، كذلك بحثنا أنه كيف الاستفادة من التجربة القطرية في استضافة الأحداث في المنشآت الرياضية، كثير من الأمور البرامج اللي نحتاج إحنا نفعلها مع شقيقتنا جمهورية العراق. أيضا اليوم قاعدين نطلع على المنشآت الرياضية الموجودة تجهيزا للبطولة الودية اللي راح تكون إن شاء الله يشارك فيها منتخبنا القطري في بلده الثاني في العراق.
والخير من يجي يجي مرة واحدة. حقيقة تزامنت زيارة الوفد القطري زيارة الكابتن الكبير نجم الكرة العراقية السابق عدنان درجال، اللي كانت زيارته متزامنة مع زيارة الوفد القطري، أو ربما هو إجا قبلهم بساعتين أو ثلاثة بدعوة من وزارة الشباب والرياضة. عدنان درجال هذا النجم الكبير اللي لمع اسمه وحقق إنجازات كبيرة للكرة العراقية، وما يتذكر أنه هو قاد منتخبنا الوطني للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة، وهي المرة الوحيدة اللي تأهل بها منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم في عام 86. هذه الزيارة بعد أيضا ابتعاد لهذا النجم الكبير ل 21 عام هو مقيم في دولة قطر. خلينا نشوف كلام الكابتن عدنان درجال ومن ثم نعود. والله زيارة الوفد القطري أنا أعتبرها زيارة إيجابية ومهمة، وجاءت في توقيت مناسب جدا. الأخوان في قطر دائما ما كانوا سباقين وعودونا أنه هم من يساهم بكسر الحظر عن ملاعبنا الكروية. القطريين في زيارتهم هاي أعطوا يريدون يرسلون رسالة إلى العالم كله أنه بغداد آمنة، ومن أجل المساهمة في رفع الحظر الكلي عن جميع ملاعبنا ومنها بغداد الحبيبة. إذن بالتوفيق للمنتخب الوطني في مباراة المهمة أمام منتخب السعودي، وأكيد هاي مهمة كبيرة للجمهور الرياضي اللي راح يحضر في ملعب جذع النخلة، لأنه يجب أنه نعطي صورة واضحة وكبيرة عن أنه الملاعبنا دائما تكون نظيفة بما يخص كل المجالات، اللعب النظيف والتشجيع المثالي، وأيضا الأمور الهواجس الأمنية اللي دائما ما يتحدث بها الأشقاء. إذن هي مسؤولية متكاملة على كل المعنيين ابتداء من الجمهور ومرورا بالاتحاد وكل من يشغل منصب لإدارة هذا الملف. حقيقة هذا الملف مهم، يجب أنه نطلع من هذه المباراة بحصيلة جيدة وجميلة، لأنه أكيد هذه المباراة حتكون تحت عيون الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي، وممكن أنه يكون رئيس الاتحاد الدولي متواجد في البصرة لمشاهدة هذه المباراة، كما وعد قبل فترة أنه راح يكون حاضر لهذه الموقعة المهمة، ومن ثم يكون أعتقد وصلنا أنه راح يكون متواجد أيضا رئيس الاتحاد الآسيوي في البصرة لمشاهدة هذه المباراة، وأكيد هناك بعض رؤساء الاتحادات الخليجية والعربية راح يكونوا متواجدين، وأيضا هناك إعلاميين من كل الدول العربية والخليجية راح تكونوا موجودين في ملعب جذع النخلة، وهناك بعض الشخصيات الرياضية المهمة، وهناك نجوم الكرة على المستوى الخليجي والعربي راح يكونوا متواجدين في البصرة. إذا يعني مسؤولية كبيرة، يجب أنه نظهر بالمظهر اللي يأهلنا لأنه نتحدث عن ملف رفع الحظر في المرحلة المقبلة. خلونا نغادر مباراة المنتخب العراقي والمنتخب السعودي ونتحدث عن المباراة المهمة في محورنا الآخر لفريق الجوية وفريق الزوراء في المهمة المقبلة، وهي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. مباراة الجوية راح يلعب أمام السويق العماني يوم الاثنين القادم إن شاء الله الساعة 6 مساء على ملعب السويق. خلينا نشوف هذه اللقطات واللقاءات مع بعض لاعبي القوة الجوية ومن ثم نعود. اليوم مثل ما يعرف الجميع وصلت بعثتنا علامة الطارة خاصة إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان. لدينا مباراة مهمة جدا مع فريق السويق العماني. نلاحظ المعنويات مرتفعة جدا والأجواء طيبة داخل أروقة الوفد، ومهمة عالية لما الوحدة التدريبية الأولى بادئ الآن. نتأمل أنه إن شاء الله نوجه حقق نتيجة إيجابية حتى يدافع عن اللقب مالته اللي حرزه لبطولتين المتتاليه 2016 و2018. كل الاستحضارات الاداريه الهيئه.
اللاعبين حماسهم عالي وان شاء الله النتيجه تكون ايجابيه. الرحمن الرحيم، طبعا مباراة السويق العماني تعتبر أهم مباراة، لأن هي هاي راح تنقلك إلى صدارة المجموعة إن شاء الله إذا حققت 3 نقاط. فريق السويق نعم خسر 4 مع فريق المالكية، لكنه فريق كان يستحق الفوز، فريق منظم يمتلك مجموعة لاعبين جيدين. أعتقد المباراة ليست سهلة، لكنه طموحنا إن شاء الله هو 3 نقاط. نلاحظ هناك اندفاع بالتمرين، وإن شاء الله نجسد هذا الاندفاع، نفرح جمهور القوة الجوية إن شاء الله بالفوز إن شاء الله. الحمد لله اليوم وصلنا للعمان، ان شاء الله مباراه ثانيه عندنا من بطوله الاتحاد الاسيوي، ان شاء الله انه عازمين على تحقيق نتيجه ايجابيه، خصوصا انه احنا بطل المجموعه السابقه. مباراه مهمه، مباراه صعبه، كل اللاعبين جاهزين، كل اللاعبين عارفين شنو اهميه المباراه. اعتقد ما عندنا تعويض بهاي المباراه، يجب ان 3 نقاط مهمه بهاي المباراه، هاي المباراه هي اللي تحدد مصيرنا بالمجموعه. ان شاء الله عازمين على 3 نقاط، ان شاء الله جهود كل اللاعبين، ما عندنا اي مشكله، وان شاء الله النتيجه ايجابيه ان شاء الله لفريقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اشكر الفريق مستعد بأتم الاستعداد، ان شاء الله يا رب ندخل على المباراه بقوه ونحسب 3 نقاط. الفريق الحمد لله ما ينقص اي اصابات، الفريق جاهز، خاصة ظهر بصورة جيدة بالمباراة الدوري. إن شاء الله يا رب ندخل على المباراة بقوة، ناخذ 3 نقاط ونرجع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أكيد مباراة صعبة ومباراة مهمة، تعرف المباراة الأولى كان فريقنا تعادل بالمباراة، أتمنى بأن نحصل على 3 نقاط، لأن تعرف دائما الوصول للقمة به صعوبة، بس أكيد الحفاظ عليها يكون أصعب. فريقنا بطل كأس الاتحاد الآسيوي المرتين المتتالية، نطمح احنا كلاعبين خاصة اللاعبين اللي انضافين للفريق، نكمل اللي سووه الشباب اللي موجودين كانوا بالفريق، ونقدر نحصل على إن شاء الله يا رب نقدر نحصل على لقب البطولة الثالثة، وأكيد هذا ما يجي من فراغ، لازم التعب وتعاون، وان شاء الله عازمين على هذه المباراة نحقق نتيجة طيبة ونحقق اهم شيء اللي 3 نقاط اللي نرجع بانه نكمل مسيرتنا كفريق بطل ان شاء الله لهذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مباراة السويق العماني تعتبر اهم مباراة، لان هي هاي راح تنقلك الى صدارة المجموعة ان شاء الله اذا حققت 3 نقاط. فريق السويق نعم خسر 4 مع فريق المالكية، لكنه فريق كان يستحق الفوز، فريق منظم يمتلك مجموعة لاعبين جيدين. أعتقد المباراة ليست سهلة، لكنه طموحنا إن شاء الله هو 3 نقاط. نلاحظ هناك اندفاع بالتمرين، وإن شاء الله نجسد هذا الاندفاع، نفرح جمهور القوة الجوية إن شاء الله بالفوز إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أشكر الفريق مستعد بأتم الاستعداد، إن شاء الله يا رب ندخل على المباراة بقوة ونحسم 3 نقاط. الفريق الحمد لله ما ينقص أي أصابات. حياكم الله من جديد أحبة المشاهدين، حقيقة يعني نتمنى كل التوفيق لممثل الوطن نادي القوة الجوية، وأيضا ممثل الوطن الآخر فريق نادي الزوراء في المهمة الآسيوية المقبلة، اثنيناتهم يلعبون يوم الاثنين الساعة 6 مساء. يعني المحور الآخر وهو الأخير، أنا ما أريد يعني تحدثنا عن الصورة الناصعة الجميلة اللي شفناها، الأشقاء اليوم موجودين كلهم في بغداد وفي البصرة، وإن شاء الله راح نشوف صورة أنصع يوم الأربعاء القادم في مباراة الأخضر السعودي وأسود الرافدين. ما أريد يعني أخرب هاي الصورة بمشاهد ما حلوة حقيقة، يوسفني أنه نعرضها، لكن المشكلة اللي صارت في مباراة الدور وصلاح الدين في دوري محافظة صلاح الدين المؤهل إلى الدرجة الأولى، أحداث ما كنا نتمنى أن نمر عليها، لأنه ما كنا نتمنى أنه نشوفها أصلا في ملاعبنا. ملاعب صلاح الدين حقيقة، وأنا أتحدث بملء الفم، العديد من المشاكل صارت في ملاعب محافظة صلاح الدين، في الضلوعية وفي الدجيل وفي مباراة الدور وصلاح الدين. ليش هاي ملاعبنا خلونا نحافظ عليها، خلوها نظيفة، والله جمهورنا كله واعي وكله مثقف، بس أكو هذا النفر الضال اللي هو دي يخرب هاي الصورة الحلوة والجميلة لجماهيرنا الرياضية. احنا إلى وقت قريب كان الجمهور العراقي يعتبر الجمهور الثاني على مستوى الوطن العربي من حيث التشجيع الجميل والذوق والتشجيع الحضاري، مرتبة الثانية على مستوى الوطن العربي. اليوم ما نشوفه حقيقة يؤسفنا، لأنه أكيد تأثر بشكل أو بآخر على الصورة الجميلة المرسومة في أذهان الناس
عن ملاعبنا وجماهيرنا. خلي نشوف هذا التقرير اللي يتحدث عن اعتداء جماهير نادي الدور على كادر قناة سامراء المتواجد هناك وعلى فريق نادي صلاح الدين. الرياضة حب وطاعة واحترام، يبدو أن ذلك كان في سابق عهدها. فبعد المباراة التي جرت بين نادي صلاح الدين ونادي الدور ضمن دوري الدرجة الأولى والانتهاكات التي حدثت من سب وشتم وضرب بالحجارة بين الجمهور وسط المدرجات ودخولهم إلى أرض الملعب، مما سبب توقف المباراة عن مجرياتها وسبب استياء لدى اللاعبين والكوادر الرياضية. قام الجمهور برمي القناني ومهاجمة مصلبة الحكم الرابع والمشرف، وصارت نوع من الفوضى، صارت مشكلة بين جمهور صلاح الدين وجمهور الدور. الحقيقة حدثت انتهاكات من قبل لاعبي فريق الدور ضد الصحفيين. تعرض الجمهور صلاح الدين واللاعبين والكادر التدريبي والكل إلى صرخات استهزاء وصرخات يعني معيبة ما تصدر من جمهور وتحت أنظار مشرف المباراة. شيء مغزي بحق نادي صلاح الدين. نادي صلاح الدين نادي عريق، نادي مثل العراق، النادي أول نادي من خارج المحافظة أخذ البطولة، عليهم أن يتعاملون به في وفق هذا المبدأ، لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الاستهداف والانتهاكات لم تكن فقط بحق الجمهور واللاعبين، فقد تعرض كادر قناة سامراء الفضائية أيضا لسب وشتم ومنع من تصوير تلك الفوضى التي حدثت، حيث قام بعض من الكادر التدريبي لنادي الدور ومجموعة من اللاعبين بالتجاوز على كادر التصوير والمراسل، فيما رفض الجميع تلك الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون. حدثت مشاحنات بسيطة بين الجماهير وتم السيطرة على الموقف من قبل الشرطة المحلية والحشد الشعبي، واللعبة استمرت بكل هدوء وسلاسة، والآن المباراة تجري والجماهير هادئة وتم السيطرة على الموقف. صير يعني تصير الا تصير، هاي جمهور حركة قدم لازم تصير، يعني فجمهور ما يعم على القضاء او اي محافظة، كلتنا اخوة هم خطارنا وعلى راسنا. والله طبعا الصحفي احنا ويا الصحافه، والصحافه السلطه الرابعه، واحنا ضد اي انتهاك لحقوقها. بس تعرف في اشكالات صارت من لاعب صلاح الدين تسبب بالاساءه للجمهور، والجمهور في ساعه غضب كل شيء متوقع منه. حدثت بعض المشاغبات من جمهور نادي صلاح الدين ونادي الدور، وتم السيطره عليها بجهود الحشد الشعبي وقوات الشرطه في قضاء الدور. توقف المباراة ودخول القوات الأمنية والحشد الشعبي وفض تلك النزاعات وعودة المباراة إلى وضعها الطبيعي، فيما تبقى تلك الشعارات من الحب والاحترام قيد التنفيذ. لقناة سامراء الفضائية، محمود الكنعاني. إذن حقيقة يؤسفنا ما حدث في ملعب الدور، يعني الشعار الرياضة بقى بس مجرد شعار مكتوب على الحياطين أو في الأماكن المخصصة لها، أما في نفوس اللاعبين وفي نفوس الجماهير فأعتقد بقت قليلة خاصة في بعض المناطق. يعني ما يتحدث عن مدينة، لا أكيد بالعكس أهل الدور كلهم طيب وكرام ومضيافين، لكن نتحدث عن الجمهور الرياضي، هناك نفر يسيء لهذه المدينة الباسلة اللي قدمت ما قدمت، ولهذا حتى ما يصير خلط بالأوراق، مدينة الدور مدينة عريقة وناسها طيبين ومضيافين، لكن ما حدث هو نفر من الجمهور، وأكيد هو ما يأثر على سمعة المدينة لكن يؤثر على رياضتنا. هنا نتحدث عن الجانب الرياضي وليس على الجوانب الأخرى. حقيقة أنا اليوم كنت متفق يعني قبل يومين مع مشرف المباراة السيد يونس السامرائي حتى نتحدث عن هذا الموضوع ونخلي الجمهور في الصورة الحقيقية لهذه المباراة، لكن اللي تفاجأت به أنه اليوم يعني السيد يونس السامرائي مشرف هذه المباراة رفض أنه يرد علي. اتصلت به أكثر من مرة، حاولت أنه أتصل به أكثر من مرة، لكن مع الأسف ما رد علي، يعني وأنا بس مجرد أنه أردت يوضح للجمهور الأحداث اللي صارت، خاصة بعد قرار الاتحاد الفرعي لكرة القدم في صلاح الدين القاضي ب حرمان نادي الدور لمباراة واحدة أنه يلعب أمام جمهوره فقط، يعني يلعب بدون جمهور على الملعب لكن بدون جمهور. أعتقد عقوبة خفيفة جدا قياسا لما حدث، خاصة بعد التهجم
والاعتداء على كادر قناة سامراء الفضائية. والله مو بس الكادر، احنا يحزننا اللي صار، ولكن ايضا يعني تطويق لاعبين نادي صلاح الدين والتهجم على سيارتهم على اللاعبين وعلى جمهورهم، هذه كلها احداث مؤسفة. وبعدها ايضا يتم التهجم على كادر قناتنا قناة سامراء هناك وعلى مراسلنا وعلى المصور. وحتى لا نطلع بعيد عن هذه المباراة، اليوم ويانا الزميل الصحفي الأستاذ نجاح المولى. مرحبا بك أستاذ نجاح. أهلا وسهلا بك أستاذ حميد، تحياتي إليك وتحياتي لقناتكم الطيبة وتحياتي لكل الزملاء الموجودين في القناة. حياك الله أستاذ نجاح. اليوم أنا حاولت أنه يعني أرتب الموعد ويا أستاذ يونس مشرف مباراة صلاح الدين والدور أو الدور وصلاح الدين، بعد اتفقت وياه اليوم تفاجأت أنه ما يرد علي أو ما يريد أنه يطلع وياي بالبرنامج حتى ما يوضح بعض الإشكاليات اللي حثت حتى نخلي الجمهور رياضي بالصورة. فأنت كصحفي محايد بغض النظر عن كل الأمور، شلون تشوف الأحداث اللي صارت في ملعب الدور؟ نعم أستاذ نجاح. أستاذ حميد، أنا قبل لا تتصل بي الدفاع كنت يعني اتفرج على البرنامج مالتك وشفت انه اشياء جدا اسعدتنا، يعني ملف رفع الحضر عن ملاعبنا، المباراة المنتخب السعودي، الوفود اللي تاتي الى العراق من اجل هذا الملف. يعني للاسف انه ما حصل جدا يعني كان مؤسف يعني لدرجه كبيره. اللي حدث استاذ حميد، انت قلت لي تحدث بصفتي كصحفي محايد، انا ساتكلم بالامانه وبعيدا عن كوني ناطق اعلامي لنادي صلاح الدين، ما حدث شيء مؤسف. يعني منذ انطلاق المباراه يعني الاجواء توحي بان هناك مشكله ستحدث في هذه المباراه. يعني من دخلنا للملعب ماكو قوات امن، يعني دوريه واحده فقط متوقفه في باب الملعب بالقوه في الشارع. أنا اتعجبت عليه انه كيف انه مشرف المباراه الاستاذ يونس يعني يسمح بان تقام المباراه وتمشي بدون تواجد قوات امن لحمايه الملعب، خصوصا انه هذه المباراه يعني كانت حاسمه من اجل حسم صدارات المجموعه وكان فيها جمهور يعني جدا كبير. للاسف انه تمشي المباراه بدون تواجد حمايه قوات امن للملعب، مع العلم انه اعضاء الاتحاد أستاذ نجاح بالمؤتمر الفني لدوري محافظة صلاح الدين وأعضاء الاتحاد نفسهم حددوا أنه إذا تسمح لي أستاذ نجاح، حماية إذا تسمح لي أستاذ نجاح، ولا شيء تسعة ما تقام في المباراة. نعم. لكن ما أعرف شنو اللي صار وقامت المباراة. مع ذلك أستاذ حميد، مع ذلك مشت المباراة، لكن اللي بدا حتكون على بينة، اللي بدا بالمشكلة هم جماهير هذا الدور، ما تعدوا على صلاح الدين او جمهور صلاح الدين بالبدايه. غوبه مشرف المباراه، غوبه مشرف المباراه يعني بطل مال ابتزاز حتى تكون يعني قناني زجاجيه، غوبه مشرف المباراه. وبعدين اتعدوا على جمهور صلاح الدين وحدث اللي حدث. طيب استاذ نجاح، احنا وصلتنا كل الامور اللي تخص الاعتداء اللي صار على وفد نادي صلاح الدين وايضا على كادر قناه سامراء. خليني نبتعد عن مسألة الاعتداء اللي صار. أنت باعتبارك قريب على الاتحاد الفرعي لكرة القدم في صلاح الدين، شلون تشوف العقوبة اللي قررها الاتحاد الفرعي؟ هل هي مناسبة لهذا الحدث أنه والله تحرم نادي الدور من اللعب أمام جماهير لمباراة واحدة؟ يعني تشوف هذا الإجراء هل هو صائب وراح يصب في مصلحة كبح جماح بعض المسيئين من جماهير الأندية؟ استاذ حميد، المشكله انه الاتحاد يعني القرار مصدر حول هذه المشكله بازدواجيه. للاسف قبل فتره كانت احداث في ملعب الدجيل بين نادي الدجيل والضلوعيه، اللي قالوا الاتحاد واللي طلع منهم هم انه جماهير نادي الدجيل نزلت الى الملعب اعتدت على لاعبي نادي الضلوعيه، فبالتالي حرم نادي الدجيل من اللعب على ملعبه يعني نهائيا، نقلت مباراته الى ملعب نادي الطوز. يعني كيف اليوم انت نادي الدور تعاقب بحرمانه فقط من دخول جمهور الملعب ويسمع له باللعب على ملعبه؟ يعني هذه فيها ازدواجيه استاذ حميد، القرار صدر في ازدواجيه وللاسف ازدواجيه كبيره جدا. احنا بغض النظر عن هذا اللي صار، لكن انا اتكلم عن شيء مؤسف ثاني حدث خلال المباراه. يعني الصحفيين والاعلاميين واجبهم ان ينقلون الصور الحقيقيه من داخل الملعب، وهؤلاء الاشخاص لهم مكانتهم وناس يعني متواجدين كجزء من من من, من
حياكم الله وأهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة سامراء الفضائية، ونحن نلتقيكم من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي سامراء سبورت. حقيقة هذه الحلقة مخصصة لمناقشة العديد من القضايا الرياضية الكروية التي تخص الشأن الرياضي العراقي، لكن بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد أحبتي المشاهدين، وهاي الشيلة السعودية حقيقة الكل اليوم عيونه ترنو صوب البصرة لمدينة. حياكم الله وأهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة سامراء الفضائية، ونحن نلتقيكم من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي سامراء سبورت. حقيقة هذه الحلقة مخصصة لمناقشة العديد من القضايا الرياضية الكروية التي تخص الشأن الرياضي العراقي، لكن بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد أحبتي المشاهدين، وهاي الشيلة السعودية حقيقة الكل اليوم عيونه ترنو صوب البصرة المدينة الرياضية في البصرة، لأنه هناك يتواجد شقيقان عربيان. حياكم الله وأهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة سامراء الفضائية، ونحن نلتقيكم من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي سامراء سبورت. حقيقة هذه الحلقة مخصصة لمناقشة العديد من القضايا الرياضية الكروية التي تخص الشأن الرياضي العراقي، لكن بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد أحبتي المشاهدين، وهاي الشيلة السعودية حقيقة الكل اليوم عيونه ترنو صوب البصرة المدينة الرياضية في البصرة، لأنه هناك يتواجد شقيقان عربيان افترقا لمدة 24 سنة. يعني المنتخب السعودي ما وصل الأراضي العراقية لمدة